ندوة تقوم بها لجنة الشباب. الندوة النهاردة عن موضوع جديد، موضوع الميتافيرس. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور أشرف أمين المحامي. هو مصر طبعا على المحامي، مثل مصر في العديد من المحافل الدولية، دكتوراه في القانون المدني وفي القانون الجنائي. فالنهاردة إن شاء الله تكون المحاضرة ممتعة، خاصة الموضوع جديد. يعني منذ بداية ما تحدثت مع الدكتور أشرف على الميتافيرس أنا على طول يعني كنت متفاجئ، فدخلت على طول على المواقع الإلكترونية عشان أعرف الموضوع. لقيت الموضوع شيق وجميل، لأن فعلا أغلبنا ما عندوش خلفية عن موضوع الميتافيرس. فالنهاردة هيكون لقاء جميل، يسعدني ويشرفني أكون بينكم وبين أعضاء لجنة الشباب. بشكر القائمين على العمل والمنظمين، الأستاذ خالد، الأستاذ شريف منطاوي، الأستاذ أحمد سمير اللوزي، لويزي عشان هو دايما بيزعل من اللوزي الله يخليك. وهنبدأ إن شاء الله كده مع الأستاذ أشرف أمين ونستمع إن شاء الله. شكرا جزيلا صديقي وزميلي محمد عبد الوهاب على غزل الإطراء اللي ما استحقوش الحقيقة، يعني هو مبالغ شوية، إنما أنا بشكره ويعني بزيد في الشكر إنه أتاح لي الفرصة النهاردة إن أنا ألتقي بحضراتكم جميعا. وعلشان كده أنا يعني بشكره بصفة خاصة، والشكر بصفة عامة لنقابة المحامين بجمهورية مصر العربية وعلى الأخص لجنة الشباب. شكرا جزيلا ان هم اتاحوا لي هذه الفرصه اليوم. بشكر حضراتكم لتكبدكم وعناء المجيء الى هذه المحاضره، وده الحقيقه شرف كبير لي انه اكون بمعيه حضراتكم خلال الفتره الزمنيه القادمه. الموضوع النهارده الحقيقه هو موضوع عالم الميتافيرس. انا شيء يعني انا هتكلم فيه من المنظور القانوني، وفي الاخر هننتهي الى ما يجب في مستقبل المحاماة في المرحلة القادمة. أحب بس أحط كم نقطة كده إن شاء الله هنمشي عليهم مباشرة في هذه المحاضرة. الحقيقة البداية هقوم بالشرح في جزء معين، وبعدين هتوقف لقبول بعض المناقشات والأسئلة في هذا الجزء، وفي جزء آخر هيكون فيه مناقشة مستمرة ما بين وبين حضراتكم مباشرة بدون ما نوصل لنهاية هذا الجزء. وفي الجزء الآخر هو هيبقى تشاور ما بيننا في المحاضرة. المحاضرة هتنقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول هنتكلم فيه عن عالم الميتافيرس. ممكن يكون بعضنا سمع عن عالم الميتافيرس، ممكن يكون بعضنا عنده الفكرة الغير كافية، ممكن البعض عنده الفكرة الكافية ومتعمق في المعرفة في هذا العالم الجديد. وبعدين هنتناول بعض يعني المبادئ القانونية المفترض انها تكون موجودة في عالم الميتافيرس، ونضع مع بعض كده الأركان لبعض الجرائم، وهنتكلم عن بعض العقوبات اللي يمكن تطبيقها أو لا يمكن تطبيقها في عالم الميتافيرس، ثم هننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثالث وهو مستقبل مهنة المحاماة في وجود عالم الميتافيرس، ومدى الاستعداد اللي يجب ان احنا نكون عليه لمواجهه هذا العالم الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الميتافيرس الحقيقه هننتقل اليه باعتبار انه نلقي بس الضوء على هذا العالم علشان نشوف هنتصرف ازاي مع التفاعلات اللي هتكون موجوده داخل هذا العالم. من المدلول الفني فعالم الميتافيرس هو عالم مقارن او عالم موازي للعالم اللي احنا بنعيش فيه. احنا هنسمي العالم اللي احنا بنعيش فيه ده هو العالم الطبيعي، وهناك العالم الافتراضي وهو عالم الميتافيرس. عالم الميتافيرس عالم زي عالمنا اللي احنا بنعيش فيه بالظبط، هتكون فيه حياه وصناعه وتجاره وبعض القوانين، وهنتعايش فيه ده، هنتعايش داخل هذا العالم، هنبيع وهنشتري وهنشتغل نصنع وهنسافر وهنلتقي اصدقائنا، هناخد فيه مقابل مادي وهننفق فيه. العملات اللي هتكون مستخدمه فيه هي العملات المشفره. العالم ده هو خليط ما بين العالم
الافتراضي وخليط ما بين العالم الواقعي، ولكن احنا اللي هنعيش داخل هذا العالم. هنعيش داخل هذا العالم ازاي؟ كل واحد فينا هيبقى ممثل بحاجه كده. اكيد حضراتكم بتستخدموا الافاتار في التعامل دلوقتي، هو الافاتار ده برضو يعني هيكون شيء كده يعني زي اللي حضرتك بتتعامل بيه، ولكن مختلف شويه، بحيث كله طبيعه تسمح بيه، تسمح له بان هو يتواجد داخل عالم الميتافيرس. عالم الميتافيرس كل واحد هيصنع الافاتار بتاعه بالشكل اللي هو عايزه وبالصوره اللي هو عايزها وبالطول والعرض والملابس والملامح والجنس والجنسيه، وهيكون هو المتحكم فيه في مشيه، في تصرفاته، في حياته داخل عالم الميتافيرس. الدخول لعالم الميتافيرس هيكون من خلال منصات عالمية. هذه المنصات منها ما هو متواجد الآن ومنها ما هو في طريقه للتواجد. نستخدم بعض الأجهزة وبعض الأدوات اللي هنتعامل بيها داخل هذا العالم، زي النظارات معينة، نظارات الفي بي دي هتكون مخصصة للدخول لهذا العالم. هيكون في بعض الملابس، جاكيتات ذات الحساسية، بحيث انها تنقل لحضرتك الشعور وانت والافاتار داخل هذا العالم، ينقلك الشعور الحر والبرد والسخونة والألم والمعاناة، المية، التلج، هكذا. هيكون في قفازات معينة، سماعات رأس، بعض الأدوات. هذه هي من خلالها نقدر ان احنا ندلف وندخل عالم الميتافيرس. عالم الميتافيرس هذا زي ما قلت لحضراتكم هو عالم موازي للعالم بتاعنا، ولكنه هو عالم افتراضي. ولكن الحقيقه هو فرض نفسه في السنتين ونص السابقين، وانه الحقيقه سيفرض نفسه خلال عامين قادمين، وهيكون امر واقع. ويعني ما نتصورش ان الحياه هتستمر في حياتنا الطبيعية دي بدون وجود عالم الميتافيرس. ربما يكون الكلام اللي أنا بقوله ده غريب شوية، أو يعني جديد شوية، قد يتصوره البعض وقد لا يتصوره البعض، ولكن الحقيقة التطور التقني والتكنولوجي اللي إحنا بنمر فيه خلال الخمسين سنة اللي فاتوا كان تطور سريع جدا، يمكن خلال قبل كده كان التطور بطيء جدا، فاحنا كنا بنستورد الاشياء ببطء شويه، لكن النهارده لا ابدا، النهارده اصبح التطور سريع جدا. واللي عايز اقوله انه اللي احنا ما كناش بنصدقه من 50 سنه النهارده بقى واقع وبيتحقق. التلفزيون ما كانش حد يتصور قبل سنه 60 ان في تلفزيون، النهارده التلفزيون بقى شيء طبيعي وشيء عادي. ما كانش حد يتصور ان احنا كان يكون في تليفون ونتكلم بيه حد، وبعدين الافظع من كده ان احنا نتكلم حد ونشوف الحد اللي احنا بنكلمه. فده كان ضرب من الخيال من 30 او من 40 سنه، النهارده بقى ده العكس بقى واقع. كان في حد من قبل كده كان بيقولوا انه مستحيل يبقى في معيشه على القمر، ومستحيل ان حد يطلع يعيش في القمر. النهارده رحلات القمر بقى بالظبط زيها كان حضرتك مسافر اسوان وراجع، في رحلات خاصه بتطلع للقمر وينزل، وناس بتعيش هناك لمده اسبوع لمده 10 ايام وتنزلوا تاني. يعني اصبح يعني اللي انا عايز اقول لحضراتكم، حاولوا تتصوروا معايا هذا العالم. يعني احنا مش بنتكلم في خيال، لا، الخيال ده بقى واقع ومستقبل وموجود بالفعل، ودول كتيره جدا سرعت وتواجدت فيه من سنتين فاتوا، والسنتين القادمين هيكون هذا العالم مكتمل تماما. علشان كده يعني احنا لازم ان احنا كمان نحاول نسعى جاهدين على ان احنا نستوعب هذا الامر ونتعايش معاه، لانه هيكون فرض نفسه في الايام القادمه. هندخل ازاي لعالم الميتافيرس؟ زي ما قلت لحضراتكم بمقتضى الادوات دي. صحيح ربما تكون الادوات دي في الفتره الحاليه يمكن سعرها يكون يعني غالي شويه، ولكن في شركات كتيره جدا هتبدا تنتج هذه الادوات باسعار قليله، يعني اقل بكتير جدا مما هي عليه الان. امبارح او اول امبارح شركه ابل اعلنت انها خلاص هتدخل في صناعه هذه الادوات، وبالتالي قائم جدا اسعارها تبقى يعني اقل بكتير وفي تناول الاشخاص العاديين. ده
يعني فكرة سريعة عن عالم الميتافيرس اللي احنا داخلين عليه واللي اصبح بيشكل واقع لدى بعض الدول، وانه بعض الدول بالفعل بدأت تاخد الاتجاهات لبناء الشركات والاستثمارات داخل هذا العالم الجديد. الميتافيرس كعالم جديد له بعض الإيجابيات وله بعض السلبيات. الإيجابيات اللي هتكون في عالم الميتافيرس من ناحية التعليم، من ناحية التعليم هيكون التعليم سهل جدا جدا وبسيط، يعني معنى ان حضرتك بما ان احنا هندخل بقى داخل هذا العالم فالحدود ما فيش حدود داخل هذا العالم. حضرتك عايز تنتقل وتزور صاحبك اللي في امريكا هتروح وتنتقل وتزور صاحبك اللي في امريكا. حضرتك عايز تروح الجامعه اللي في المانيا هتروح الجامعه اللي في المانيا. حضرتك هتدخل قاعه المحاضرات في عالم الميتافيرس، الدكتور هيجي ويدخل هو كمان قاعه المحاضرات في عالم الميتافيرس وهيشرح لحضرتك علشان كده يمكن في ايام كورونا لما كان التعليم عن بعد ده كان برضو احد البدايات للتمهيد لعالم الميتافيرس. من زمان قوي قوي يمكن من 1800 شويه كان في تمهيد للاسف من 1983 كان في تمهيد لوجود هذا العالم. التمهيد ده كان بيتم على ايه؟ عن طريق انتشار شبكه الانترنت، عن طريق تدريب الاجيال على استخدام بعض الجيمز اللي بيكون فيها بيتفاعل فيها مع الالعاب داخل الميتافيرس. كل ده كان تمهيد لانه هناك عالم جديد سياتي، وقد حدث ذلك بالفعل سنه 2021. إذن التعامل مع الميتافيرس له إيجابيات وله سلبيات. الإيجابيات زي ما قلت لحضراتكم إنه هيكون في سهولة في التعليم، التعليم هيكون سعره أرخص من السعر الحالي لأن حضرتك مش هتنتقل ولا تسافر. دخولك الميتافيرس هيكون وانت قاعد في غرفتك في البيت، مجرد إنك أنت ترتدي النظارات وإنك أنت تطلب من المنصة إنها تسمح لك بالدخول وتشغيل الأفاتار بتاع حضرتك، بالفعل هتكون موجود قدام الشاشة والأفاتار بيمشي ويروح ويجي وفق كأن حضرتك بالظبط اللي بتروح وتيجي وكأنك أنت اللي موجود داخل هذا العالم. التعليم هيبقى أسهل، هيكون التعليم أرخص، هتستطيع أنك أنت تتعلم الشيء اللي أنت حابه واللي أنت عايزه في أي جامعة من جامعات العالم وأنت قاعد في البيت مكان حضرتك بدون انتقال وبدون تكلفة. أيضاً هيكون فيما يتعلق بالوظائف والأعمال، هذا العالم الجديد سيأتي وتأتي معه شركات تقنية جديدة، سيأتي معه تجارة جديدة، سيأتي معه تبادل في خبرات جديدة، بناء عقارات وأراضي واستثمارات وسط عقارية جديدة. كل هذه الأمور ستتواجد داخل عالم الميتافيرس. لا أتصور أن يكون هناك عالم فيه تجارة وفيه صناعة وفيه أشخاص يعيشون وفيه عقارات تباع وتشترى وفيه حقوق ملكية فكرية وفيه ولا يكون هناك مجال للمحاماة. أظن لا نتصور أن يكون هناك عالم دون وجود لمهنة المحاماة. حتما ستكون هناك بعض الاختلافات، حتما ستكون هناك بعض العقود، حتما ستكون هناك بعض الجرائم التي ترتكب، وحنوضح لحضراتكم كيف ترتكب هذه الجرائم والأركان المكونة لها والعقوبات اللي هيتم تطبيقها، وهنتناقش مع بعض وهنشوف إيه اللي ممكن نتخيله ونتصوره في هذا العالم. أيضا من ضمن إيجابيات عالم الميتافيرس إنه هيكون عالم أسرع بكتير جدا جدا، بمعنى إنه حضرتك وأنت مجرد إنك تدخل من في هذا العالم هتروح الشركة بتاعت حضرتك اللي بتشتغل فيها مباشرة، وبالتالي لا هتتحمل عبء زمن ومواصلات ولا عبء انك تمشي او تقضي فترة زمنية طويلة لغاية ما تصل الى عملك. الامر الثاني هيكون في تخفيض النفقات، وقلنا زي ما قلنا حضراتكم هيكون في فتح افاق جديدة للعمل طبعا بمرتبات ومقابل عمل عالمي يعني مقاس بالعملات المشفرة. ده برضو أحد ميزات
الميتافيرس. سهولة إنشاء الشركات والمكاتب داخل هذا العالم لأنها هتكون مش مكلفة بالمرة، ولكنها هتكون بأمور بسيطة جدا وسيدة، وده برضو هيؤدي إلى انتشار عدد كبير جدا من الشركات وعدد كبير جدا جدا من المكاتب داخل هذا العالم. سلبيات تقنية الميتافيرس، هيكون هناك سلبيات؟ نعم هيكون هناك سلبيات. السلبيات اللي ممكن تكون موجودة داخل عالم الميتافيرس انه هذا العالم سيؤدي الى حالة قد تصل الى الاكتئاب لبعض الاشخاص، لانه هو هيبقى محتاج فقط ان هو يقعد داخل هذا العالم، هيستحسن وجوده داخل هذا العالم، بيبعد فيه عن المشاكل الخارجية، ما بيهتمش يمكن بمنزله الحقيقي بقدر ما بيهتم بدخوله الى هذا العالم. سيصاب الانسان احيانا بالوحدة او البعض قد يصابوا بالوحدة واللي هتؤدي الى الاكتئاب. بعض الامراض المعينة قد تصيب الإنسان، أيضا انعزال الإنسان عن عالمه الواقعي، تكسير العلاقات الاجتماعية أو ربما يكون إهمالها. يمكن إحنا دلوقتي أثناء تعاملنا من خلال الفيسبوك أو بعض المواقع مع بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن بنعاني من إن يعني أصدقائنا وأهلنا وأولادنا كل واحد بيكون في غرفة وعمال يتواصل مع الآخر عن خلال الشات، ومش بنلتقي مع بعض إلا من خلال تقنيات يعني الفيسبوك أو تقنيات التواصل الاجتماعي، لكن قللنا شوية إن احنا نلتقي مع بعض. هذا العالم عندما سيأتي ربما يعدم هذه العملية، وهيبقى ربما ما فيش تواصل خالص، لأن كل واحد هيبقى مبسوط قوي وهو داخل عالم الميتافيرس وبيعيش في هذا العالم وفق رؤيته هو وفق ما هو يعني حابب. قلنا إنه الشخص الطبيعي هو إلى الآن هو الشخص اللي يتحكم في عالم في على اللي بيتحكم في الأفيتار داخل عالم الميتافيرس. هذا الأفيتار برضه هو قابل للتطور، الأفيتار قد يدخل عليه تعديلات وتطورات من صاحبه خلال تعامله في هذا العالم، ولكن كمان هذا الأفيتار نفسه قد يتطور ذاتياً إذا تم ربط الأفاتار مع الذكاء الاصطناعي بصورة معينة، هو نفسه قد يتطور ذاتياً. حضراتكم يعني ربما يكون سامع البعض عنكم أو قرأ أن هناك في إنسان آلي، كهذا الإنسان كان مخصص أو صنع أصلاً وصمم من أجل مساعدة أصحاب الهمم وكبار السن على أداء بعض أعمالهم. بعد كده تم ربطه بالذكاء الاصطناعي، تطور ذاتيا واصبح فكره اعلى بكتير جدا جدا من فكر صاحبه اللي اخترعه. هذا الانسان تم منحه شخصيه، وتم منحه جواز سفر، وتم منحه الجنسيه السعوديه. هو الانسان الالي المسمى صوفيا، يسمى صوفيا. طلعت قوة شوية. هذا صوفيا دوت، صوفيا ديت كانت إنسان آلي أصلاً مصمم لمعاونة ومساعدة كبار السن وأصحاب الهمم، ولكن تطور ذاتياً وفقاً لربطه بتقنية معينة في الذكاء الاصطناعي، وأصبح هو بيفكر أكتر من الشخص كمان اللي صنعه، وبيأتي بأفعال من نفسه هو اللي بيؤديها. وبالتالي هذا التطور ربما يحدث للأفاتار، وغالبا هيحدث، وقد يأتي الأفاتار بأفعال خارجة عن كمان إرادة صاحبه المشغل. هننتقل الحقيقة، هنشوف بقى الوضع القانوني للسلوكيات والأشخاص في عالم الميتافيرس. هنتكلم عن السلوكيات أو الوضع القانوني للسلوكيات دي، وإزاي بقى هنقدر نحكمها. الحقيقة إحنا عندنا كقانونيين في قواعد عامة إحنا ماشيين عليها. هذه القواعد العامة بتخاطب السلوك الاجتماعي الزاهر للأفراد، وبيوجد جزاء بيوقع عند المخالفة. دي القاعدة القانونية. هل يمكن إن إحنا نطبق هذه القاعدة القانونية على الأشخاص داخل عالم الميتافيرس، ولا ما ينفعش ان احنا نطبقها؟ انا عندي كمان هذه القواعد، هل السلوك اللي هياتي بيه الافاتار ينفع ان انا اطبق عليه هذه القواعد، ولا مش هينفع ان انا اطبقها عليه؟
ولا احنا محتاجين قواعد جديده تحكم هذا العالم؟ لما هنيجي نبص هنلاقي القاعده القانونيه هي بتحكم السلوك الظاهري للانسان. طب هو هل الافاتار ده انسان ولا مش انسان؟ طيب له سلوك ظاهري هنقدر ولا هو السلوك بتاعه ده كامن جواه وما بيخرجوش غير بشكل معين؟ هل انا هل المتحكم فيه ده هيكون هو المسؤول؟ يعني لما نيجي بقى نتكلم على المسؤوليه، مين اللي هيكون مسؤول عن اعمال الافاتار؟ خلينا مع بعض هنشوف الاول نشوف الافاتار ده هنمنحه انهي شخصيه، ايه الشخصيه القانونيه للافاتار علشان نقدر ان احنا نطبق عليه قواعد جديده، حتى لو احنا عدلنا من القواعد القانونيه وجعلناها تكون صالحه في عالم الميتافيرس، لابد ان يبقى في شخصيه لهذا الافاتار علشان نقدر نطبق عليها هذه القواعد. احنا عندنا الشخصيه القانونيه اما انها شخصية طبيعية أو شخصية اعتبارية. الشخصية الطبيعية هي اللي بتمنح للإنسان منذ تاريخ الولادة وحتى تاريخ الوفاة. طيب لو قلنا نيجي نعتبر الأفاتار ده شخصية طبيعية، هل تنطبق على الأفاتار قواعد الشخصية الطبيعية علشان نقدر نقول إن هو شخصية طبيعية؟ طب ما نيجي نتناقش مع بعض كده، هنمنح الأفاتار شخصية طبيعية ولا نمنحه شخصية معنوية أو اعتبارية؟ اعتبارية، ممتاز. شخصية اعتبارية، ممتاز. اعتبارية. أنا بشكركم كلكم على الإجابة الغلط. الإجابة طبعا غير صحيحة. يعني هو برضه لما نيجي نطبق الشخصية الاعتبارية على الأفاتار، الشخصية الاعتبارية برضه لها قواعد من تاريخ التأسيس أو الإنشاء بتمنح هذه الشخصية وبتلغى في حالة الإفلاس، بتلغى في حالة الإنهاء، بتلغى في حالة كمان. الشخصية الاعتبارية لا يجوز الحكم عليها بعقوبة الحبس مثلا، لا يجوز العقوبة عليها إلا بالغرامة أو المصادرة أو الإغلاق والنشر، وبالتالي هذه أو العقوبات المقيدة للحرية هتبقى برضو لا تطبق عليها. إذن من أول القواعد اللي إحنا بننادي بيها، وطبعا بشكر اللي جاوب إنه قال إنه شخصية معنوية، وبرضو بشكر اللي قالوا إنها شخصية حقيقية يعني طبيعية، ولكن بالفكر القانوني احنا نقول لا، يجب ان الافاتار يتمتع بشخصية، لا هي شخصية قانونية ولا هي شخصية اعتبارية. يبقى احنا بنطالب كقانونيين ان يكون للافاتار شخصية ثالثة تتناسب مع طبيعته داخل عالم الميتافيرس، ويجوز تطبيق عقوبات معينة تتناسب ايضا مع هذه الشخصية داخل عالم الميتافيرس. اذا سيكون هناك أيوة، سيكون هناك شخصية مثلا نسميها الشخصية الافتراضية أو نسميها الشخصية التقنية، قد تسمى مسمى ما، ولكن أنا بنبأ حضراتكم إن شاء الله هيكون هناك إبداع جديد في القانون، وستكون هناك شخصية جديدة في عالم القانون لم تكن موجودة من قبل، زي الشخصية الحقيقية الطبيعية، شخصية الشخص الطبيعي، وكمان زي الشخصية الاعتبارية. والقانون دائما متجدد. لما دكتورنا العلامة رحمة الله عليه الدكتور السنهوري سافر فرنسا، كان وجد الحقيقة نوع جديد من أنواع العقود ما كانش موجود في الوطن العربي على الإطلاق، وشاف إنه الفرنسيين بيتعاملوا بهذا النوع من أنواع العقود، فنقل الحقيقة إلى برضو الوطن العربي، وطبعاً كانت مصر الأساس في الأول يعني البداية، ولكن لاقى قبول شديد جدا في أوساط الوطن العربي. هذا العقد هو اسمه عقد الإذعان، ربما يكون حضراتكم درستوه أو تعاملتوا معاه، أو يكون البعض لسه ما تعملش. عقد الإذعان ده هو عقد بمقتضاه إما أنك أنت تقبل الاتفاق كما هو من جانب الطرف الأقوى، أو أنك ترفضه زي ما هو من جانب الطرف الضعيف. أنت يا إما تقبل هذا العقد بمحتواه أو ترفضه. زي إيه؟ زي عقود اتصالات، زي عقود الكهرباء، زي عقود المياه، هي دي عقود إذعان. مش مقبول منك إنك تعدل في بند من البنود، أو إنك أنت تبدي رأيك في بند من البنود، أو تطلب إضافة بند أو حذف بند.
فهي دي عقل الإنسان. الشاهد من اللي أنا بقوله في ده إيه؟ إنه القانون متطور، وإن شاء الله في السنوات القادمة سيتم إنشاء شخصية قانونية جديدة تعبر عن الأفاتار، وبالتالي هيكون هناك يبقى عندنا الشخصية القانونية، في شخصية اعتبارية، وفي شخصية طبيعية، والنوع الثالث من الشخصية قد تكون الشخصية القانونية أو الشخصية التقنية أو الشخصية. تفضل اسود إذا تكرم. لا تفضل اتفضل. حضرتك توصل الأفاتار. اتفضل. هنيجي بقى نشوف. طيب ده بالنسبة للأفاتار. طيب وبالنسبة للتكييف القانوني للجرائم بقى، هل التكييف القانوني للجرائم داخل الأفاتار، داخل العالم الميتافيرس، هيكون هو التكييف القانوني لنفس الجرائم اللي احنا بنتعامل بيها في عالمنا الحالي؟ نسمع. طيب نقول بقى او لا، يعني هي الاجابه هتكون لا 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 لا. سؤالي كان واضح قوي. انا سؤالي التكييف القانوني للجرائم مش المسؤوليه. انا ما جيتش لسه ناحيه المسؤوليه خالص. المسؤوليه هنتكلم في، هنجاوب مع العشر دقائق مع السؤالين بتوع حضراتكم. هل 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 التكييف القانوني او الاركان الجرائم في الوقت الحالي، هل هي هيكون نفس التكييف القانوني داخل عالم الميتافيرس ولا لا؟ لا. ايوه. لا لا او لا 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 اوكي. اختلفهم رحمه. طيب خلينا نقول لا ليه ونقول ليه. هنقول انه الجرائم التعدي على الاشخاص مثلا، جرائم التعدي على الاشخاص يبقى هو المساس بجسد الغير. ليه بقى؟ طب ليه المشرع جرم المساس بجسد الغير؟ لأنه في إيلام، هذا الإيلام أو إما إنه يكون في إيلام أو إنه بيكون إصابة جزء أو عطل لعضو من أعضاء الإنسان، وبالتالي لابد إن يبقى في عقاب على هذا الأمر. إذن يبقى فيه تعدي، وبعدين هذا التعدي يبقى فيه إيلام، وبعدين حتى مش بالضرورة يبقى فيه تقرير طبي، يعني ممكن تبقى الإدانة قائمة على إنك تعديت، ولكن مش بالضرورة يبقى فيه إصابة، ولكن مجرد الإيلام في حد ذاته هو ده اللي بيكون عليه العقاب. طب هو هل الأفاتار زي ما الأساتذة تفضلوا وقالوا إن في واحد تاني بيشغله من بره، هل الأفاتار هيستشعر الألم اللي الشخص الطبيعي هيستشعره؟ لا سيبكم اللي حضرتك قلته، انا عايز فكركم، انا عايز فكركم انتوا. هي ايه؟ ها؟ طيب طيب الافيتار اللي هيعتدى عليه هيستشعر الألم ولا الشخص الطبيعي هو اللي هيستشعر؟ طيب العقاب هيكون على مين؟ العقاب هيكون على مين؟ طيب 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 خلينا على حاجة تانية. خلاص وصلت الفكرة بتاعت حضراتكم. في عندنا حكاية موضوع تاني كمان، التحريض على الانتحار. التحريض على الانتحار، التحريض على الانتحار. أنا كمشغل للأفيتار حررت الأفيتار بتاعي إنه يروح للأفيتار واحد تاني ويحرضه على الانتحار. الشخص انتحر. يمكن حضراتكم سمعتم في ما قبل سنتين، يمكن كان الموضوع ده منتشر قوي، كنا بعض الأشخاص بنلاقيهم يطلعوا يرموا نفسهم من البلكونة لأنه كان بيلعب لعبة معينة أو بالظبط كده. فهل هذه الجريمة أركانها بالنسبة للأفاتار كاملة ولا غير كاملة؟ عشان هدخل بقى على الكبير. انا لا 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 لسه ما جتش للمسؤوليه. انا ما لسه ما جتش للمسؤوليه. انا بقول الاركان بتاعه الجريمه، اركان التحريض متوفره في هذا الفعل او غير متوفره في هذا الفعل. هنقول في جزء هيقول متوفره وجزء تاني هيقول مش متوفره. هنفترض هنكمل تاني مع بعض.
سبو القذف، سبو القذف هو الصاق عيب بشخص الله، او اذا صح بيتوجب عقابه، واذا او بيتوجب احتقاره عند اهل وطنه اذا تم تعدي افاتار على افاتار بالسب والقذف. طب هل هيعاقب الافاتار؟ طيب هل الافاتار هيتم احتقاره عند اهل وطنه؟ اذا الاخر بقى حاجه هقولها لحضراتكم، خلينا من الجرائم الاعتداء على القيم الاسريه وجرائم تعمد استعمال البرنامج المعلوماتي. طبعا استعمال البرنامج المعلوماتي ده ممكن يكون بالاضافه او بحذف البرنامج او بازالته او بوضع بيانات اخرى، بتبديله، بتزويره، كل ده دي برضو جرائم جديده هتحتاج ان يبقى لها اركان قانونيه جديده. اخر حاجه هنتكلم فيها وهي القتل. افاتار اعتدى على افاتار، هل جريمة القتل تصلح انها تكون محل جريمة داخل عالم الميتافيرس؟ مين قال اه؟ مين قال لا؟ قول اه. لا اه لا 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 ها؟ نعم يعني جريمة. طيب ما هو تعريف جريمة القتل؟ إزهاق ها؟ أيوة إزهاق روح إنسان حي. طب هو هل الأفاتار إنسان حي؟ بيبقى أيوة أنا بتناقش مع حضراتكم. طيب الأفاتار هتكون عبارة، الأفاتار بيكون عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد موصلة ببعض تقنية المعلومات مع ذكاء اصطناعي، وبالتالي مش إنسان حي. مش إنسان حي، وبالتالي لا يتصور القتل حتى تاريخ اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها، لا يتصور أن يكون هناك جريمة قتل داخل عالم الميتافيرس. إنما ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى جريمة إتلاف أفاتار، ممكن إهلاك أفاتار، ده محو أفاتار ممكن، أيوة تعطيل ممكن، كل دي قال. دي جرائم إلكترونية جديدة ملهاش علاج في القوانين الحالية، وبالتالي هيتم وضع قوانين جديدة تتناسب مع هذه الأفعال. دي بالنسبة للأركان. إذن في الشاهد من اللي أنا يعني تداولنا فيه خلال الفترة اللي فاتت، إن القواعد القانونية اللي إحنا بنعيشها في عالمنا الحالي لن تكون مناسبة للتطبيق داخل عالم الميتافيرس. إذن يجب انه يكون هناك، وده احنا اللي احنا بالفعل شغالين عليه في الفترة الحالية، ان احنا بنعمل قوانين جديدة بيكون لها الاثر على الاشخاص اللي هيكون متواجدين في عالم الميتافيرس، وهناخد في حسباننا الافاتار ومشغل الافاتار، وهناخد في حسباننا انه بعض الافعال ستاتي من الافاتار وبعض الافعال هتاتي من مشغل الافاتار وجهات اخرى. ده اللي احنا هننتقل بيه الى الجزئيه الجايه، وهي جزئيه المسؤوليه داخل عالم الميتافيرس. المسؤوليه اللي الاساتذه ثلاث أسئلة تسألوا في هذه الجزئية. هنشوف المسؤولية داخل عالم الميتافيرس. الأول قبل ما هننتقل الحقيقة للمسؤولية، عايز أقول لحضراتكم إن عالم الميتافيرس مجموعة قواعد أو مجموعة قوانين هتتواجد فيه، ولكن من ضمنها أيضا قوانين إحنا حاليا بنستخدمها. وعايز أنصح حضراتكم، وطبعا أنتوا أهل النصح الحقيقة، انه يعني ننصح بعض ان احنا نتطور في هذه القوانين بشكل اكبر، واذا كان عندنا فكره عنها نقوي هذه الفكره، اذا ما كانش عندنا فكره عنها نبدا ندور على هذه القوانين ونبحث عنها ونستوعبها جيدا ونستعد بها. اول هذه القوانين هي قوانين حمايه البيانات الخاصه. يعني البيانات الخاصة دي هتبقى محل للاعتداء بشكل كبير جدا داخل عالم الميتافيرس. عالم الميتافيرس زي ما قلت لحضراتكم، في شخص طبيعي بيشغل افاتار داخل هذا العالم من خلال منصة مملوكة لأحد الشركات. المنصة لن تسمح
بدخول الافاتار الى عالم الميتافيرس الخاص بالاشخاص الطبيعيين الا اذا كان هناك بعض البيانات الشخصيه الحقيقيه وليست الوهميه الخاصه بهذا الشخص الطبيعي. ايضا الشركات والمتاجر وكل هذه الامور هتكون عباره عن مجموعه من البيانات يتم ادخالها الى عالم الميتافيرس، اذا محتاجين لحمايه لهذه البيانات الخاصه. من ضمن القوانين والمهمه جدا 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 واللي انا بسرعة كده برضو هتعرض لها مع حضراتكم وهي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. حماية حقوق الملكية الفكرية هتكون في حق مؤلف، هيبقى فيه داخل هذا العالم فرق أيضا مسرحية، مؤلفين هيعرضوا برامج، هيعرضوا مؤلفاتهم، ممكن بعض التماثيل، بعض اللوحات، بعض كل هذه الأمور هتندرج تحت قوانين حقوق الملكية الفكرية. وقوانين حقوق الملكية الفكرية الحقيقة بتنقسم إلى قسمين، إذا كان يعني نذكر بعضنا بس بيهم. القسم الأول هو قسم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقسم الثاني هو الملكية الصناعية. الملكية الصناعية برضو لها مجموعة أقسام، هي عبارة عن حماية العلامة التجارية، براءة الاختراع، الأصناف النباتية والحيوانية، والأسرار الغير مفصح عنها أو المعلومات الغير مفصح عنها والبيانات التجارية. هي دي أقسام قوانين الملكية الفكرية. الحقيقة المشرع المصري جمع كل هذه القوانين ووضعها داخل قانون واحد وهو القانون 82 لسنة 2002. الحقيقة كتير قوي من الدول العربية عملت لكل قانون، لكل يعني صورة من هذه الصور، يعني عملت حق المؤلف لوحده الحقوق المجاورة، وعملت حماية براءة الاختراع ده قانون لوحده، حماية العلامات التجارية عملته قانون لوحده، وبالتالي يعني كانوا هم مقسمين حقوق الملكية الفكرية لأكثر من قانون، ولكن المشرع المصري وخيرا فعل جمع كل هذه الأحكام داخل قانون واحد وهو قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية. حماية الملكية الفكرية زي ما قلت لحضراتكم أحد الأقسام بتاعتها حماية العلامات التجارية. داخل عالم الميتافيرس كل الشركات دلوقتي سارعت ودخلت داخل هذا العالم وبدأت تسجل علاماتها التجارية داخل هذا العالم، عالم الميتافيرس. الحقيقة كانت أول التسجيلات تقدم بها بعض الشركات إلى مجلس العلامات التجارية الأمريكي علشان يتم تسجيل علامات تجارية خاصة بشركة نايكي وأديداس وبعض الشركات. كان في البداية رفض مجلس العلامات التجارية الأمريكي تسجيل هذه العلامات، بعدين تم الطعن. حضراتكم عارفين إنه في حالة الرفض بيتم التظلم من قرار الرفض، وبعدين ثم يتم الطعن على هذا التظلم لمن لا يرضى، ثم يتم الطعن أمام هنا في مصر أمام مجلس الدولة في حالة ما كان قرار في غير صالح يعني صاحب الشأن. برضو نفس الشيء هناك، تم الطعن على القرارات أمام المحكمة. المحكمة قالت لأ، من حق جهات المالكة لهذه العلامة التجارية بما أن عالم الميتافيرس أصبح واقع وعالم موجود بالفعل، وبالتالي من حق الشركات أن هي تسجل علاماتها التجارية داخل هذا العالم. الحقيقة الأحكام ديت كانت بمثابة توجيه لكل القانونيين ان هم يبداوا يتواجدوا في هذا العالم من دلوقتي. وعلى فكره يعني جانبي كده، موضوع الشغل في الملكيه الفكريه والعلامات التجاريه وبراءه الاختراع موضوع مربح جدا 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 لزملائنا واساتذتنا، وفي نوعين من اللجوء للمحاكم، في اما في عمليه التسجيل والاعتراضات عليها والطعن على القرارات الصادره، وده دخله كويس قوي قوي يعني التجار والشركات اتعبوا كويسه جدا جدا. بعدين في الجزء الثاني بقى التعدي على العلامات التجاريه وتزويرها وتقليدها واستخدام علامه تجاريه مشابهه، كل الكلام ده قضايا اخرى جديده بتفتح لك باب جنائي وبتفتح لك باب مدني في التعويضات وكده. فيعني حاولوا يعني تشتغلوا في هذا المجال بالإضافة طبعا إلى التخصصات اللي حضراتكم فيها، فده باب جديد ومكان جديد، وشركات كمان بتدور على بعض المتخصصين في هذه القضايا وبتفعلوا كويس قوي قوي. فأتمنى يعني أنه يبقى برضو فرصة أن كنتم يعني تشتغلوا في هذا المجال. نصيحة يعني هم مش نصيحة أنتوا طبعا. شكرا.
من ضمن القوانين الاخرى طبعا حمايه العلامات التجاريه والحقوق المؤلفه والحقوق المجاوره، وطبعا ده بالاضافه الى بعض القوانين الاخرى زي قوانين غسيل الاموال ومول المخدرات والاتجار بالبشر. طبعا المخدرات دي هتبقى في عالم الميتافيرس، او استخدام عالم الميتافيرس في توزيع المخدرات في العالم الطبيعي هيبقى طبعا مجال رائج. طبعا قانون المدني والتجاري هيكون فيه معاملات مدنيه، وعايز اقول لحضراتكم ان التعاملات التجاريه والمدنيه داخل عالم الميتافيرس بعشرات المليارات ما بين الشركات، بعشرات المليارات داخل هذا العالم. في عقود طبعا بتحرر وفي عقود بيتم انشائها، طبعا حتما هيبقى في التزامات متقابله، في حد هيخل بالتزاماته، في حد هيلجأ او هيبقى محتاج انه يلجأ الى استرداد حقوقه عن طريق المحاكم وعن طريق متخصصين في القانون. فدي ايضا هيكون مجال عمل ممتاز بالنسبه لزملائنا المحامين، واللي انا طبعا بشرف ان اكون واحد منهم. عالم الميتافيرس زي ما قلت لحضراتكم هو يعني عالم موازي وعالم ما بعد الطبيعة زي ما بيقولوا، لأنه هو مشتق من كلمة ميتافيرس، ميتا ما وراء، واليونيفرسال دي يعني العالم، فواخدين جزء فيرسال وفاخدين اختصار لها فيرس، والميتا فتبقى ما وراء العالم أو العالم الورائي أو ما وراء الطبيعة. فده معنى الميتافيرس، يعني هو عالم آخر غير العالم الطبيعي اللي احنا بنعيش فيه. في كمان قوانين الشركات التجارية طبعا هيكون من ضمن القوانين اللي احنا محتاجين ان احنا ناخد فكرة عنها ونتابع يعني مستجداتها بشكل كويس، علشان انشاء الشركات داخل عالم الميتافيرس هيكون ازاي طريقته وطبيعته. كمان في بعض الحقيقة بعض الدول اصدرت قوانين خاصة بالأصول الافتراضية، لأنه أصبحت الأصول الافتراضية محل حق وبتباع وتشترى، وبالتالي هذه الأصول الافتراضية لازم لها قانون ينظمها. الحقيقة تم إصدار بعض القوانين اللي بتنظم عملية بيع الأصول الافتراضية في العالم الافتراضي. معنى أن يبقى في قانون بينظم بيع الأصول الافتراضية في العالم الافتراضي، إذن إحنا منتظرين قوانين أخرى جديدة ستحكم هذا العالم، منتظرين أفكار جديدة لوضع قوانين تتناسب مع هذا العالم. هنيجي على المسؤولية القانونية. المسؤولية القانونية، قبل ما ندخل على المسؤولية القانونية يمكن أنا اديت لحضراتكم مثال للإنسان الآلي صوفيا. برضو الأفاتار قد يتطور، لأنه حيتم ربط هذا الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، فقد يتطور الأفاتار ويأتي بأفعال تخرج عن نطاق سيطرة الشخص الطبيعي. فهنا مين حيكون مسؤول عن ارتكاب الأفعال الضارة أو الأفعال المؤسمة داخل عالم الميتافيرس؟ هل المسؤولية بقى احنا هنتكلم عنها، هل حيكون مسؤول الشخص الطبيعي اللي بيشغل الأفاتار، ولا حيكون الشخص الأفاتار نفسه إذا ما تطور وأتى بأفعال خارج سيطرة هذا المشغل الخارجي؟ موضوع الذكاء الاصطناعي أساتذة هو انه بيتم ربط الافاتار ده ببعض التقنيات المعينه، رجعله هو اللي يتصرف بطبيعه الحال، هو لوحده اللي يتصرف في بعض الاحيان. الذكاء الاصطناعي النهارده بدات تدخلهم على اي موقع اذا كان يعني من مواقع الذكاء الاصطناعي، وبس تقولوا له احنا عايزين حلقه عن نقابة المحامين، هتلاقيه راح عامل لك برنامج كده انه يقول لك نقابة المحامين هي نقابة من كذا، ويعني بيدخلك مجموعة من المعلومات انت ممكن ما توصلهاش بسهولة جدا. فهو الذكاء الاصطناعي بيعمل كده، لما بيتم ربطه بالافاتار بيخلي الافاتار يتصرف تصرفات ذكية جدا فوق المتوقعة وفوق المتصورة. هو
لا لا انا لا في حاله التوجيه زي ما تفضل استاذنا هي مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه. في حاله التوجيه يبقى المسؤوليه على الشخص الطبيعي، انما في حاله ما الافاتار يتصرف بموجب ذكائه الاصطناعي وبامر خارج عن اراده صاحبه، هنا لازم هذا الافاتار يقع تحت تأييد قانون معين. في كمان حاجه مهمه جدا جدا، وهي انه احنا قلنا ان التعامل داخل عالم الميتافيرس هيبقى من خلال ثلاث عناصر. عنصر الاول هو الافاتار، والعنصر الاول الثاني هو مشغل الافاتار الشخص الطبيعي، وهناك منصه، هناك شركات هي المنصه اللي بتسمح بالدخول. هذه المنصه ايضا ستكون احد المسؤولين في عالم الميتافيرس. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيانات الشركات اذا اودعت داخل عالم الميتافيرس اصبح المسؤول عنها وعن حمايتها هي المنصه، وبالتالي اذا تم اختراق هذه البيانات والاستحواذ عليها او نسخها، هنا هتكون المسؤوليه على المنصه. اذا اهملت المنصه في التوصيل ما بين الشخص الطبيعي وما بين الافاتار لمعلومات معينه، هتكون هنا المسؤولية أيضا على شركة صاحبة المنصة. إذن المسؤولية هتكون تجاه واحد أو أكثر من الثلاثة، إما تجاه الشخص الطبيعي المحرك للأفيتار أو الداعم للأفيتار، أو إما بتكون المسؤولية على الأفيتار نفسه في حالة استخدام الذكاء الصناعي، أو استخدام الذكاء الصناعي مع الأفيتار فالأفيتار يتطور ويبدأ يتصرف من تلقاء نفسه. والمسؤولية الثالثة قد تقع على المنصة اللي هتهمل في حماية بعض البيانات أو المعلومات عن المشتركين داخل عالم الميتافيرس، أو اللي من خلال أخطائها الأفيتار ممكن يتصرف تصرف مش مربوط مع الشخص الطبيعي اللي بيشغل. إذن المسؤولية هتكون على شخص أو أكتر من الثلاثة دول. قائم إن يبقى فيه يعني أشخاص آخرين، روابط أخرى، وسائط أخرى، أمر قائم في المستقبل، ولكن الآن المسؤولية هتكون على واحد من الجهات الثلاثة اللي أنا أوضحتهم لحضراتكم، وهو طبعاً كلام ما يخرجش كتير عن اللي حضراتكم أسرتونا به الحقيقة. احنا قلنا انه هيكون في قوانين، هذه القوانين يجب ان احنا انها تشمل. تفضل دكتور. انا تفضل. طبعا هو طبعا باعتبار ان الافاتار الامر الطبيعي جدا اللي هيكون متحكم فيه هو الشخص الطبيعي، وبالتالي اذا اتى الشخص الطبيعي من خلال الافاتار باي عمل من اعمال المسؤوليه، حتى لو مش بالضروره تكون مسؤوليه جنائيه، يعني حتى لو انه تعاقد داخل عالم الميتافيرس ثم اخل بهذا التعاقد، فبرضه هيكون بالظبط كده. وفي الجانب الجنائي برضه هيكون هو المسؤول اذا هو كان وجه الافاتار ان هو. طب هنقول حاجه كمان، هنقول لو الشخص الطبيعي هو اللي وجه الافاتار وراح عشان يسطو على بيانات شركه من الشركات اللي مش محفوظه بالشكل الكويس، هيبقى هنا الشخص الطبيعي هيسال عن اعمال الافاتار، وايضا المسؤوليه هتقع على المنصه المشغله لهذه المنصه داخل عالم الميتافيرس، لانها لم تحافظ على شركتها او على بيانات الشركات المودعه فيها بشكل كويس. لا 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 لا، اثبات المسؤوليه ده زيه زي اي شيء تاني، لانه الدخول والتحرك ده عالم، يعني ايه، عالم لا غير مقبول فيه الانكار، يعني كل شيء يعني مسجل، يعني زي ما بيقول. طيب هو العالم ده مش مملوك لاشخاص، مش مملوك لشخص واحد ولا لاشخاص، ولكن زي ما قلت لحضراتكم في مجموعه من الشركات انشات بالفعل المنصات. هو انشاوا في الحقيقه المارك اللي انشا الفيسبوك، والحقيقه كان هيكمل هذا العالم وبدات فكرته وباع واشترى وانشا شركات فيه وتعامل مع شركات فيه، الا انه بوفاته اصبحت في منصات كتيره جدا جدا بقى هي اللي هتكون متواجده داخل هذا العالم بالظبط كده زي ما حضرتك مثلا هو طبعا مع الفرق كبير جدا في التشبيه،
في حضرتك هتستخدم مثلا ياهو في الايميلات بتاعتك، في اشخاص اخرين بيستخدموا دوميل، في اشخاص اخرين بيستخدموا حاجه تانية. في شركات ايضا هتكون مسؤوله عن دخول الافاتار وتسجيل الشخص لهذا الافاتار في هذا العالم، وبالتالي هؤلاء او هذه الشركات بالكامل هم اللي هيشغلوا الافاتارات داخل هذا العالم. لا بقى هو يعني مش الشركات بقى اللي يعني جاي لحضرتك في الموضوع. لا 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 هو بص طيب هقول لحضراتكم برضو مثال صغير كده وهنرجع نطبقه عندنا هنا. في اول ما الطيران بدا وما كانش في قواعد قانونيه بتحكم الطيران، ولكن في 1929 جم قالوا هنعمل اتفاقية كده اسمها اتفاقية وارسو. اتفاقية وارسو دي كانت هي أول اتفاقية تنظم عملية الطيران، بس بما أن أمريكا كانت وقتها بتملك أكبر أسطول وقتها كانت بتملك أسطول كبير في العالم، فهي اللي فرضت شروطها، وفرضت شروطها لمصلحة شركات الطيران وأهملت حقوق المستهلك. طبعا هذه الاتفاقيه تم تعديلها كتير جدا وفي اكتر من 4 أو 5 اتفاقيات لاحقه، الى ان احنا وصلنا لاتفاقيه مونتريال سنه 1999، وعملت موازنه ما بين حقوق شركات الطيران وما بين حقوق المستهلك الجوي، ووضعت بعض القواعد لدرجه ان هي حددت كمان المسؤوليه على شركات الطيران بحدود معينه، وعملوا عمله مخلقه. هذه العملة المخلقة أديكوا فكرة عنها برضه. هذه العملة المخلقة هي اللي بيتم القضاء بالتعويضات من خلالها في عمليات النقل الجوي. هذه العملة اسمها حق السحب الخاص. حد من حضراتكم سمع قبل كده عن كلمة حق السحب الخاص؟ طيب حق السحب الخاص ده كان الحقيقة الناس اللي بتطالب بالتعويضات ما بيكون مثلا الطيران أمريكي والشخص المسافر بولندي وهو رايح على مصر، فلما يطلب التعويض هيطلب التعويض بالجنيه المصري ولا بالدولار الامريكي ولا بعملة بولندا. فقالوا ايه؟ قالوا احنا نعمل الاول كده حاجة تبقى شكل عملة ثابتة. فخدهم 15 دولة من الدول وخدوا العملات بتاعتها بنسب معينة وعملوا حق السحب الخاص، عبارة عن انه قيمة الصرف اليومية لعملات ال 15 دولة دول، وعلى أساسها بيتم صرف التعويضات. طبعا الأمر ده تطور جدا لسنة 2014. لسنة 2014 تم تعديل هذه العملة وأصبحت بس 5 دول: سويسرا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا واليابان. هذه العملات فقط بقى حق الصرف هو اللي بيحكم عليه. وبقى كام حق الصرف الفترة ديت؟ بقى 111 ألف وحدة حق سحب، يعني حوالي بتاع مثلا 8-9 مليون جنيه مصري دلوقتي في حالة الوفاة أو الإصابة. الشاهد من اللي أنا بقوله ان انا بقول ان الامور بتتطور، بمعنى انه في البدايه ممكن الشركات الامريكيه هتكون متحكمه اكتر في القوانين اللي هتصدر في الفتره الحاليه، ولكن هيتم تغييرها طبعا وفقا برضو لمصالح الاطراف، وفقا لمصالح الاطراف. لكن اللي انا عايز اقوله كمان، لغايه دلوقتي مفيش نص معين بيقدر يحكم التعاملات داخل عالم الميتافيرس، والقضاء العادي برضو لما يجي يطبق القواعد القانونية الحالية على الميتافيرس مش هيلاقيها مناسبة للتطبيق على في هذا العالم. والحقيقة كمان في واقعتين، الحقيقة يمكن أنا هسبق شوية بس خلينا نروح لها في معادها أحسن. ده هيخلي القضاء لو عرض عليهم موضوع خاص بجريمة داخل عالم الميتافيرس فهو ما عندوش نص قانوني، وحضراتكم أعلم مني بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي إزاي هيقضي بمحاكمة بدون وجود نص قانوني؟ ومش هيقدر كمان القاضي في الأمور الجنائية أنه يقيس على هذه الوقائع ويقول أن أنا هطبق عليها قانون آخر أو وقائع أخرى. ف
فيبقى ينطبق عليها قانون مشابه أو مماثل. فإذا هنا القاضي ستغلي يده عن أنه هو يقضي بإدانة مرتكب الفعل، وبالتالي البراءة هتكون هي السبيل الوحيد قدام القاضي. عندنا كمان طبعا عدم تطبيق عقوبة على مرتكب فعل داخل عالم الميتافيرس، ده معناه انه بيجعل القانون اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي هو قانون ضعيف، لانه اذا يعني امن العقاب فالعالم الميتافيرس اللي هيبقى مفيش عقاب، وبالتالي مش هيهتم بتطبيق قانون على تطبيق قانون، وبالتالي سياتي بافعال كثيره داخل عالم الميتافيرس لان مفيش قانون. احنا هنيجي دلوقتي في يعني في المرحله دي، اذا بنتوصل قبل ما ننتقل بنتوصل الى انه احنا متفقين على ان التكييفات القانونيه الحاليه للنصوص المطبقه لا يمكن تطبيقها في عالم الميتافيرس، وهناك حاجه ملحه وضروريه الى اصدار قوانين وقواعد جديده تحكم هذا العالم. ومتفقين ايضا على انه هناك ايضا يجب ان يكون هناك المسؤوليه توزع بشكل او يكون يندرج تحتها الافيتار او الشخص الطبيعي او الشركات المشغله، وانه يجب منح الافاتار شخصيه قانونيه تصلح لانه هو يكون محل للمساءله. مختلفين معايا في ده ولا ممكن تضيفوا لنا حاجه جديده غير دوت؟ اتفضل. محلاوي طيب شكرا لحضرتك، اتفضل. حتى هتعيد تاني سؤال لسه. طيب تعال نشوف الموضوع، تعال نشوف مع بعض. طيب تعال نشوف عالم الميتافيرس، هل من متصور ارتكاب جرائم فيه زي ما حضرتك تفضلت ولا لا؟ ايوه متصور، وقد حدث بالفعل ارتكاب جرائم في عالم الميتافيرس. والحقيقه انا لو كان في شاشه عرض كنت هوري حضراتكم يعني واقعه. للاسف كان كمان اللي ارتكبت ضدها الواقعه دي كانت شغاله في 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 تكوين عالم الميتافيرس، فانشات لها افاتاره وبدات تدخل عالم الميتافيرس. طبعا في ناس سبقنها بكثير فبقوا محترفين داخل عالم الميتافيرس، فهي انشات افاتار لها ودخلت بيه عالم الميتافيرس، ومجرد دخولها بعد اقل من دقيقه واحده يعني حوالي 50 ثانية من دخولها، 50 ثانية من دخولها كان تم الاعتداء عليها. وبما انها هي صحيح وان كانت متمرسة في تكوين عالم الميتافيرس، الا انها لما دخلت داخل هذا العالم ارتبكت وما بقتش عارفة تعمل ايه. تم الاعتداء عليها والتحرش من 4 أشخاص، 4 أفاتار داخل عالم الميتافيرس، وبالتالي هي بقت مش عارفة تخرج من العالم الميتافيرس ولا تمشي ولا تروح فين. فهذا الارتباك مكن الأربعة أفاتار ان هم يبداوا يوجهوا لها السباب، يتحرشوا بيها. فهذه العمليه اصابت الست نفسها اصابت الست نفسها بشيء يعني من نفسي بألم نفسي شديد جدا، لدرجة انها قالت انها مرتبكة مش حابة انها تدخل العالم ده تاني، يعني مش قادرة تدخل العالم ده تاني. طيب الحقيقة تم مطالبة محاكمة هؤلاء الأفاتار. القضاء قال الأول قال ما عندناش نصوص قانونية تحكم هذه الواقعة، وبالتالي لا يجوز مساءلتها قانونا. الأمر الثاني قالوا يا جماعة ان موضوع التحرش ده هو المساس بعفة المرأة، والأفاتار مش المرأة إلا علشان نحافظ على هذه العفة. وبالتالي برضو هذه الواقعة نبهتنا إلى أنه يجب أن يكون هناك قوانين، يجب أنها هذه القوانين تضع أركان جديدة لجرائم الاعتداء، سواء كان الجرائم الجنسية أو جرائم الاعتداء بصفة عامة، بحيث تكون هذه الجرائم لها أركان معينة نقدر من خلالها إن احنا نعاقب الناس دول. احنا اتكلمنا وقلنا بقى عن التطبيقات في عالم الميتافيرس، ووضحنا إنه في بعض الجرائم حصلت والحقيقة كانت حديثة وجديدة، وكان يعني ما
ما اندرجتش تحت عقوبات معينه لان ما فيش النص القانوني اللي بيحكمها، والقضاء كمان ما لقوش كمان عندهم نصوص قانونيه تنطبق على الوقائع، وبالتالي ما امكنش محاكمه هؤلاء الاشخاص. انما عندنا تطبيق تاني الحقيقه، وده كان في كولومبيا من خلال 3 شهور. من الثلاث شهور السابقين دول كانت كولومبيا عملت محاكمه داخل عالم الميتافيرس، فعملت اول محكمه لزميلنا اللي كان بيسال عن الاختصاص والمحاكم في عالم الميتافيرس، فعملت محاكمه داخل الميتافيرس لشخص افاتار ارتكب مخالفه مروريه داخل عالم الميتافيرس، فحكم وسيد القاضي السيدة القاضي كانت سعيدة جدا بأنها يعني دخلت بالأفاتار بتاعها داخل هذا العالم، وحضرت أول محاكمة داخل عالم الميتافيرس، واستمعت إلى أفاتار المتهم وأصدرت حكمها بإدانة المتهم وتغريمه، وصرحت فيما بعد بأن التجربة بالنسبة لها ممتازة ورائعة، وقالت نافندم غرام. لا، هي كانت واقعة حقيقية، وكولومبيا استغلت الوقت وإنها راحت على طول عاملة المحاكمة لهذا الشخص. يعني هي الفكرة مين اللي يروح الأول علشان ينشئ الأول. نعم يا فندم، دخلت بالافاتار بتاعها داخل عالم الميتافيرس. كولومبيا انشات لها مواقع، في على فكره شركات كتير جدا راحت وكيانات كتير جدا راحت وموجوده داخل عالم الميتافيرس. عالم الميتافيرس هو مش مجرد شويه خيال احنا لسه بنتكلم فيه، هو اصبح يعني عند الناس دي اصبح واقعي، اصبح بالفعل بالنسبه لهم واقع. احنا بس اللي بنطلق عليه ان هو عالم افتراضي. احنا العالم الطبيعي بتاعنا احنا بنحاولوا بس تتخيلوا شويه، هو مش انا مش شارد منكم ولا دماغي فلته شويه ولا حاجه، لا، بس هو ده عالم موجود بالفعل. يعني حاولوا تتخيلوا تصوروا انه ده عالم موجود، كانك مسافر القمر مثلا، او كانك بتتكلم عن كوكب من الكواكب التانية الموجوده. هذا العالم بالفعل هو عالم موجود بالفعل، وكائنات كتيره جدا دخلت فيه. فانعقدت المحاكمه، يدخلوا يقيسوا الملابس بالظبط. الافاتار بتاع حضرتك جوه عالم الميتافيرس، حضرتك هتقول انا عايز اروح لاديداس وهجيب منه التيشيرت ده، او انا عايز اشتري الجاكيت ده او البدله دي. هتدخل وهتقيس البدله، يعني هتختار اللون وهتختار البدله وهتقيس البدله بتاعتك. لا ضيقه شويه، واسعه شويه، غيرها لي. مظبوطه، خلاص هي دي بقت البدله بتاعت حضرتك. ده العالم الجديد. حضرتك هتبيع وتشتري وتاخد وتبيع، بس العمله بدل ما هتدفع بالجنيه ولا بالدولار ولا بتاع، لا، هتدفع بعمله مشفره، ممكن بيتكوين، ممكن عمله تانية. انما هي ده التعامل داخل عالم الميتافيرس. اذا بدا العالم كمان انه حتى كمان المحاكمات، علشان كده الحقيقه يعني انا يمكن عندي 15 محاضره كانوا مطلوبين مني في عالم الميتافيرس في دول وجامعات مختلفه، ولكن الحقيقه انا اكتر محاضره واكتر يعني شيء اتبسطت بيه جدا 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 لما الدعوه وصلتني من الاستاذ محمد عبد الوهاب على ان احنا نتكلم عن عالم الميتافيرس في وسط يعني نقابتي المفضله، نقابه المحامين. حاضر، ممكن برضو أجل السؤال شوية صغير. هننتقل لجزئية أخرى. الكيانات والدول بدأت تسارع وتتسابق في التواجد في هذا العالم. سفارة دولة بربادوس، دولة بربادوس دي جزيرة، دولة يعني جزيرة، عبارة عن جزيرة موجودة في المحيط الأطلسي، كانت أول الدول اللي سرعت وراحت ودخلت وعملت لها سفارة. يعني طبعا عملت مكان لها وعملت سفارة داخل هذا العالم، وهذه السفارة تمتعت بالحقوق المنصوص لها كحقوق سياسية في اتفاقية فيينا، وبالتالي العالم اعترف بهذه الدولة داخل عالم الميتافيرس وبهذه السفارة وبدأت عمل معها. إمارة دبي
عملت إمارة كاملة داخل عالم الميتافيرس، إمارة كاملة يعني مدينة موجودة بأنشطتها ب يعني بكياناتها. وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة عملت مبنى الوزارة وتعاملت كوزارة وبتدي تصاريح شركات وبتدي يعني الرخص للكيانات اللي عايزة تتواجد على أرض دبي في عالم الميتافيرس. يعني الموضوع إحنا بس اللي متخيلين إنه ده عالم لسه هلامي، لا لا لا، الناس بدأت تتسارع وتروح. معهد دبي القضائي، وتمنى طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى في القريب العاجل إن أنا أسمع إنه نقابة المحامين كانت أول النقابات اللي سرعت وتواجدت في عالم الميتافيرس بنقابة مماثلة. مصر الحقيقة برضو كانت متواجدة في هذا العالم وكان لها يعني دور، وعملت مدينة اسمها مدينة الميتا توت نسبة إلى توت عنخ آمون، فعملت هذه المدينة وتواجدت في عالم الميتافيرس. الشركات العالمية كلها، جوجل و المية خدت مننا، المية خدت مننا عالم الميتافيرس. كنت عشانين للدرجات حقق علينا. هنشوف فندم، بقول لحضرتك مدينة كاملة دلوقتي، يعني مدينة كاملة بما فيها من أقسام شرطة بما فيها من محلات من كيانات كاملة. الشركات العالمية الكبرى نايكي أديداس كل الشركات اللي ممكن تتخيلوها، يعني بقول لحضراتكم أنه حتى سجلوا علاماتهم التجارية في مجلس تسجيل العلامات التجارية الأمريكي، فالناس بدأت تسجل علاماتها وتدخل هذا العالم وتشتغل. شركات الوساطة العقارية بسم الله ما شاء الله شغالة بشكل ضخم جدا جدا، لأن الاستثمارات داخل هذا العالم بقول لحضراتكم بعشرات المليارات، يعني بمبالغ كبيرة جدا. فهذا العالم قادم لا محالة. قبل ما نروح للأطر التشريعية بقى اللي المفروض نكون عليها، هاخد من حضراتكم مجموعة من الأسئلة، بس قبل ما أخد مجموعة من الأسئلة الحقيقة حابب أجاوب بس على الأسئلة اللي وصلتني. الأستاذ أمين أستاذنا الكبير بيقول إيه العلاقة فيما بين فيما أثرته أو فيما أثرته أنا يعني اليوم في موضوع المحاضرة وموضوع الذكاء الاصطناعي وعلاقتهم ببعض؟ أعتقد أن من خلال السياق أنا جاوبت حضرتك. العلماء حذروا طبعا من موضوع الذكاء، طبعا هو موضوع كل شيء، ويمكن احنا في بداية المحاضرة خالص قلنا ان هناك بعض الايجابيات وبعض السلبيات، ربما الايجابيات تكون اكتر ربما السلبيات تكون اكتر، ولكن الله اعلم. بكل تأكيد طبعا ان جرائم تقنية المعلومات هتزيد بشكل كبير جدا جدا، التعدي على البيانات الخاصة هيكون بشكل ضخم جدا جدا. ألعاب القمار يمكن احنا يعني عدينا عليها كده مرور الكرام، ألعاب القمار هتكون مرتع النصب، مش عايز اقول لكم هيكون ازاي. الكلام ده عايز محامي ولا مش عايز محامي؟ مش كده برضو ولا ايه؟ طيب في اكمل بس الاسئلة اللي جاتني بعد اذن حضرتك طبعا هيكون طبعا الذكاء الاصطناعي طبعا اكيد له خطورة على بعض فئات المجتمع ولو أثر سلبية، إنما من البطء من يعني برضو الأستاذ أمين حقيقة مشكور بيستفسر عما إذا كان معدل البطالة هل حيزيد معدل البطالة أو لا. الحقيقة أنا من وجهة نظري صحيح، بس أنا من وجهة نظر زي ما قلنا إن ده عالم جديد في البداية، فهيكون في كيانات جديدة هتحتاج إلى موظفين جدد، بس نوعية وإمكانيات الموظفين لازم تكون إمكانيات جديدة. ايوه لازم تكون امكانيات جديده، ومن ضمن اللي يجب ان هم يبقى لديهم الامكانيات الجديده المحامين، لازم يكون لديهم برضو استراتيجيه جديده، مفهوم جديد، علم جديد، تدريب جديد، كل الامور دي يجب ان يكون عليها المحامي استعدادا لهذا العالم. طبعا انا مش عايز احبط جيلنا، انما جيل الشباب اللي زي حضراتكم وزي الاستاذ امين قدامه الفرصه ان هو يقدر يستعد لهذا العالم الجديد. يعني
هقول لحضرتك هنستعد ازاي دلوقتي، بس قبل كده الاول عايزين نقول ايه الاطر التشريعيه المنشوده، يعني ايه اللي المفترض بقى يكون عليه القانون، والمفترض ان التطبيقات للقانون دي هتكون ازاي. اول حاجه ان احنا نتخلى عن مبدا الاقليميه القانونيه. مفيش قوانين جمهوريه مصر العربيه، مفيش قوانين اوروبا، مفيش قوانين انجلترا. لازم هذا العالم يحكمه قانون واحد. مفيش ليه؟ لانه هو هيكون عالم بلا حدود. يعني تقدر تروح امريكا وتقدر تروح انجلترا وتقدر تسافر فرنسا بدون حدود. وبالتالي يبقى لما نيجي نطبق القانون مش هيكون فيه اختصاص محلي او اختصاص دولي او لا. لا، هو حتما القانون هيكون يعني بعيد بقى عن الاتفاقات الدوليه، لانه هو ده قانون واحد. ربما الاتفاقيات الدوليه ربما تكون في حال ارتكاب الافاتار جرم، وارتكاب وهذا الجرم يكون بإعاز من المشغل الشخص الطبيعي، فحتما هيكون في عقوبه على الافاتار، وحتما هناك عقوبه ستمتد على هذا الشخص الطبيعي المشغل. وبالتالي هذه الاتفاقيات الدوليه هتكون طبعا هيكون منصوص عليها مسبقا. يعني الامر الثاني ده طبعا، فيجب ان القوانين تتخلى عن اقليميتها وتبدا تبقى قوانين دوليه. هذه القوانين تطبق على كل من يتواجد داخل عالم الميتافيرس. ابنائنا وزملائنا اللي بيعملوا ماجستيرات وبيعملوا دكتوراه يحاولوا هذا الموضوع، موضوع جديد جدا جدا، ويستطيعوا ان هم يكتبوا فيه بشكل كويس قوي قوي قوي، وخصوصا في الجوانب القانونيه. لسه الموضوع بكر وخام، وحتى لو مسكت موضوع يعني الجماعه المدني، المسؤوليه المدنيه في عالم الميتافيرس، الجماعه الجنائيه المسؤوليه الجنائيه في عالم الميتافيرس، مدى مسؤوليه الافاتار، مدى مسؤوليه الشركات الميتافيرس، في عندكم 5-7-10 موضوعات وتقدروا التحكيم في الميتافيرس. اي حد اذا كان حابب التحكيم في عالم الميتافيرس، التحكيم مش عارف ايه، كل الامور دي كلها تقدروا تربطوها بعالم الميتافيرس، وهتاخدوا على الاقل 60-70% من قبول الموضوع، بالاضافه الى بقى بعض الاجتهادات اللي حضراتكم هتقوموا بيها. في عندنا كمان ان احنا يجب ان طبعا وضع تشريع دولي موحد لمواجهه مخاطر تقنيه الميتافيرس، بحيث انها تطبق علي هنا وتطبق على نفس الشخص في امريكا وتطبق على الشخص الاخر في انجلترا. العقوبه تطبق علي هي نفس العقوبه اللي بتطبق على الشخص في امريكا، هي اللي بتطبق على الافاتار اللي بيشغل واحد في انجلترا. وبالتالي ما يبقاش في جريمه لها قانون في بلد ومعافاه في بلد اخرى، انما القوانين يجب انها تكون على جميع من يتعامل داخل عالم الميتافيرس. طبعا احنا بننشد هذا الكلام، والحقيقه احنا شغالين على هذا الموضوع، يعني شغالين على هذا الموضوع. كمان يجب ان احنا تبقى النصوص المرتقبه تبقى موائمة علشان تجريم المضار المستجدة. احنا النهاردة يمكن في مفهومنا ان احنا لما بنوصل لانه جريمة تقنية المعلومات او جريمة تقنية المعلومات دي، احنا كده بنبقى خلاص، احنا كده يعني ايه، جبنا الاخر بتاعنا. لا، في جرائم اخرى ستستحدث حتما ستستحدث هذه الجرائم داخل عالم الميتافيرس، وبالتالي ننشد ان يكون في قوانين جديدة تعالج هذه الجرائم الجديدة. كمان لازم ناخد في الحسبان انه هناك شخصية جديدة ستتواجد وستتعامل في عالم الميتافيرس، وهي شخصية الافاتار. فيجب ان احنا عند وضع القوانين بتاعتنا نراعي ان في سيكون هناك متهم اخر، او سيكون هناك متعامل اخر. في التعاملات المدنية قد نمنحه مثلا صورة من شكل من اشكال الوكالة، قد نمنحه شكل من اشكال الإنابة، قد نمنحه شكل من الطفولي، قد من الفضولي، كل ده قائم. ولكن قد ايضا نبتكر له صفة جديدة في التعاقد مثلا. نفس الشيء برضو في الجنائي، برضو شخصية لازم نلقي عليه جزء من المسؤولية.
طبعا بكل تاكيد، ما هي من الجرائم العابره للحدود زيها زي التزوير الالكتروني، زيها زي الجرائم الالكترونيه. واحد ميزات او يعني احد الصفات الجرائم الالكترونيه انها من الجرائم العابره للحدود، ما نقدرش ابدا نسير. يعني يستطيع ان الشخص انه يكون في امريكا ويدخل على الموقع بتاعك او الجهاز بتاعك ويمحو الموقع او يسرق بياناتك الشخصيه او كده، وهو والاثر بتاع الجريمه يتحقق في دوله ثانيه. اذا هي فعلا جريمه من الجرائم العابره للحدود. كمان الاختصاص، انا قلت لحضراتكم انه في يعني الدقائق السابقه قلنا انه كولومبيا عملت محكمه. احنا بما ان قواعد القانون اللي احنا بننشد انها تكون موجوده هي قواعد دوليه، فحتما ستكون المحاكم هي محاكم دوليه. قد تقسم المحاكم ولكن ستقسم حسب نوعيات الجرائم. يعني انا لا اتصور ان يبقى في محاكم امريكا او محاكم مصر او محاكم انجلترا، ولكن اتصور انه محاكم الجرائم الاقتصاديه، محاكم الجرائم الجنائيه، محاكم الجرائم التجاريه، اتصور ذلك. ولكن هي السمه والصفه العامه والغالبه ستكون المحاكم دوليه، لان احنا متفقين ان احنا عايزين قانون موحد يحكم كافة الأشخاص، وبالتالي أيضا تكون هناك محكمة موحدة عشان المبادئ تبقى موحدة والأحكام اللي تصدر تبقى موحدة، وبالتالي على الأقل يبقى بيتحقق العدالة لدى الجميع في حال تقديمهم إلى المحاكمة. زمان حضرتك رفع أيديهم، معلش بس خلوني أكمل بس الأسئلة اللي جات لي وأكون شاكر لحضراتكم. يعني كيف سيكون هناك جرائم في عالم منظم بالفعل قد لا يسمح بالخطأ من الأساس برفض الحدوث من البداية؟ يمكن المثل اللي أنا قلته السيدة اللي كانت بتشتغل في تكوين عالم الميتافيرس، كانت أول الجرائم اللي حصلت في الميتافيرس كان اعتداء على الأفاتار بتاعها، ووضحت لحضراتكم هنا. وإن كان بعد كده ربما تكون الأمور غير قابلة للخطأ، ولكن حتى إذا تم معالجة الموضوع زي ما قلت لحضراتكم، الجرائم والمجرم دائما يسبق القانون. الفكر الإجرامي أعلى من الفكر الوقائي. إحنا ما بنضعش القانون عشان نعالج بيه مشكلة، إنما بعد المشكلة الأول لازم تكون حصلت، أيوة لازم الفكر الإجرامي يكون ارتكب الجريمة علشان إحنا نقاوم هذا الفكر ونضعه. حتى لما بنحاول إن إحنا نقاوم أسلوب جريمة معين، الفكر الإجرامي بيتطور إلى أسلوب إجرامي آخر، وبالتالي طبعا أكيد هتكون هناك جرائم مستحدثة، أكيد هيكون هناك فكر إجرامي مستحدث. يعني أنا عايز برضو أقول إيه، عايز أقول إنه الأشخاص اللي هيدخلوا عالم الميتافيرس هيكونوا أشخاص إجراميين نضاف، يعني مش المجرم اللي احنا معتادين على شكله، لا 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 لا، هتلاقيه مجرم متعلم، مجرم مثقف، مجرم على خلق، مجرم يعني لازم يكون مثقف جدا، ولازم يكون يعني مواكب التكنولوجيا بشكل كبير جدا، لازم يكون مواكب التكنولوجيا بشكل كبير، والا اجرامه هيفشل، لانه هو يعني هيبقى عنده الملكه ان يقدر يدخل يسيطر على فكر الافاتار اللي انت بتفكر له، يقدر يدخل على قاعده البيانات اللي محميه من خلال المنصه، تخيلوا يعني فلازم ده هيكون على فكره عالي جدا جدا. بعدين مين اللي هيعمل التامين داخل عالم الميتافيرس؟ فهم في الاول وفي الاخر اشخاص اذكياء جدا، هتلاقي منهم برضو البعض المحترم ان هياخد الجانب الاخر ويتكسب منه على لا يعني هو بطبيعه الحال، ده بطبيعه الحال، يعني هنلاقي جرائم نصب غير طبيعيه. هي انا مش هنلاقي، هي بالفعل الان في جرائم نصب بارقام فلكيه، ارقام يعني الواحد لما بيسمعها احيانا مش بيتصور يعني انه ممكن الجرائم الماليه دي ممكن تكون حصلت. دي كانت اخر حاجه في الاطر التشريعيه اللي احنا بننشدها في المرحله اللي جايه. مستقبل عالم المحاماه كده، انتوا بقى بعد اللي انا سمعته من حضراتكم وناقشتوني فيه يعني شايفين ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللي المحاماه ممكن تعمله، ايه انت كمحامي، انت كشركه محاماه ممكن تعمل ايه علشان تتواجد داخل هذا العالم. وعايز اقول اللي هيتواجد الاول هو اللي هيكون يعني الاكثر اندماجا، هو اللي هيكون الاكثر ربحا، هو اللي هيكون الاكثر فائده.